كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. اتهم مقاول تعاون مع الجيش المصري على مدى سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات بالجيش بإهدار المال العام عبر الإنفاق على مشروعات تستهدف مصالح وأغراضا شخصية ودون دراسة أو جدوى اقتصادية. ووجه محمد علي، وهو فنان وصاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع تابعة للجيش المصري، اتهامات قاسية إلى السيسي وزوجته انتصار، فضلا عن وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادات عسكرية أخرى، بينها اللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات بالهيئة، واللواء محمد البحيري والعميد ياسر حمزة والمقدم محمد طلعت. جاء ذلك عبر فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من مقر إقامته في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث اضطر للهجرة من مصر بسبب ما قال إنه خوف من البطش به وبأولاده حسب تعبيره. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.